مرحبا أحبابي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نشوف طريقة الشانكليش، كيف نجهز الشانكليش سوا. طريقة كتير سهلة، بتتجهز من اللبن. شوفوا أنا عملتون كريات بعد شغل 3 4 أيام أكيد من الوقت، بس صار عندي نتيجة كتير 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 حلوة، وبتمنى أنه تعجبكم. يلا لحتى نشوف الوصفة سوا. أوكي أحبابي، أول طريقة بنلجأ لها، بدنا نسخن اللبن. هون عنا 4 كيلو من اللبن، هيدي مطبقية أنا جهزتها مسبق، عندي لبن جاهز أكيد شغل البيت. وهون مطبقية تانية، هلأ رح نفرغ اللبن بطنجرة، حاولوا تكون ما بتلزق مشان ما يحترق اللبن بعدين يصير طعمه مش طيب، دون إضافة أي ماي أو حليب معهم. فيكن تشتروا اللبن جاهز، فيكن كمان أنتوا تعملوه بالبيت. طريقة كتير سهلة وموجودة على إذاعتي باليوتيوب إذا حبيتوا تجربوها. أوكي، هون بنحط أول مطبقية من اللبن، هلأ بنحط الكمية الباقية. على درجة حرارة متوسطة، ما بنخليهم على درجة حرارة عالية مشان ما يحترقوا، بنحاول نضل نحركهم. كمان رح أضيف عليهم ملعتين كبار من الملح، ملح بساعدنا لحتى يفرط اللبن. نحن هلأ بدنا نوصل لطريقة انه نفرط فيها اللبن، سو هلأ رح نسخن اللبنات على الغاز، نضل نقلب فيهم بهاي الطريقة مشان ما يلزق الكعب. على درجة حرارة متوسطة مثل ما قلت، نضيف عليهم ملعتين من الملح. تقريبا بياخدوا بين 10 دقايق للربع ساعة، 15 دقيقة على الأغلب حسب كمية اللبن عم تعملوها. أوكي، رح ضل حارك فيهم كل شوي، أول ما أشوف اللبن بلش يفرط، المي لحال والقريشة لحال بصيروا جاهزين عندي. بهذا الوقت أنا جهزت كمان، جهزت جاد مصفية، وعندي هون كيس خاص لللبن نعمل فيه اللبن واللبنة. أنتوا فيكن يعني اي شيء موجود عندكم، قماش تكون رقيقة مشان ينزل منها المي والقريش تنشف او الجبنة تنشف. اوكي، سو انا هلأ رح روح اوف كاميرا، بشوفكم بعد شوي بكون بلش اللبن يغلي عنا. اوكي احبابي، شوفوا كيف بلش يفصل عنا اللبن. هيدا بعد 10 دقايق من الوقت، كل شوي مثل ما قلت هيك عطيهم حركة صغيرة، حركون مش ضروري نضل قاعدين عم نحرك فيهم كل الوقت، لا اللي هو الملح بساعد مشان اللبن يفصل. شفتوا كيف صار؟ رح خليهم بعد شوي مثل ما قلت بياخدوا تقريبا 15 دقيقة على نار متوسطة الحرارة، ما تكون كتير عالية، ما تكون كتير خفيفة. ولازم كمان انه يعني بشدد انه كمان طنجرة تكون من النوع يلي ما بتلزق ابدا، لانه حلو لزقوا لبن رح يصير فيهم طعم تحرق، ما رح يكونوا طيبين ابدا الشانكليش. شوفوا، رح خليهم بعد شوي من الوقت وبعدين فضيهم بالكيس. اوكي، هلا بعد 15 دقيقة منطفي الغاز، شوفوا صار الجبن عنا لحال او القريشة مثل ما بنسميها والماي لوحد. هلا هون عندي مصفاي وجاط، وعندي هذا الكيس اللي قلت عليه، بس هذا الكيس غسلته على يعني بماي كتير كتير مغلية مشان كل البكتيريا تروح منه ويكون نظيف ما يخرب عنا الشانكليش. هلا شوي شوي رح نفضي اللبن بقلب هيدا الكيس مشان نصفيهم. اوكي هيك،
اوكي هلا بعد ما فضينا كل اللبن بهيدا الكيس بنسكر الكيس كتير منيح او بنضغط اذا عم نستعمل شاشية من دون ما نضيف لهم اي شيء نخليهم يصفوا كتير منيح اوتش سخنين اوكي هلا منشان نسرع عملية التصفية تعول اللبن رح نحط عليهم صحن اوكي ورح نخليهم 24 ساعة او 48 ساعة لنتأكد انه صفوا كتير منيح وجمدت عنده القريشة هلا انا حطيت عليهم تقال تقريبا 3 ولا 4 كيلو من الحجار او اذا عندكم اي شيء تقيل بتقدروا تخلوه عليها رح خليهم مثل ما قلت 24 ساعة كل كم ساعة لازم نفضي المي اللي بتنزل منهم مشان ما ترجع تطلع عليهم لبكرة 24 ساعة لبكرة بكونوا جهزوا عندي القريشة وجمدت كتير منيح وصفت من المي بنرجع بنطبق عملية الشنكليش بشوفكم بعد هذا الوقت اوكي احبابي هيدا لليوم الثاني بعد 24 ساعة من الوقت اللبن صفى كتير منيح تقريبا صار جاهز عنا هنشوفون رح نفرغهم بهيدا الوعاء هلأ بعد ما فرغناهم رح نفرفطهم شوي شوي بهاي الطريقة لازم نعملهم هيك مشان نخلط عليهم المواد يلي بدنا نحطها او البهارات هلا عنا اربع انواع من البهارات رح نحطها او من يعني الاعشاب عنا هون ملعتين كبار من الاوريغانو او الزعتر الاخضر اليابس زعتر اليابس بنحطهم هون عنا كمان ملعتين كبار من الفليفلة الحلوة او البابريكا كمان عندي ملعقة صغيرة من المحلب هذا الشيء اختياري اذا مش موجود كمان حبة البركة اختياري ملعقة صغيرة لازم كمان نحط عليه الملح انا رح خلي بس ملعقة كبيرة من الملح ملعقة كبيرة من الملح اذا بعدين دقناها حسينا بدها بعد فينا كمان نرجع نزدلها قبل ما نعملها كرات نخلطها كتير منيح اوكي هلا بعد ما خلطنا منيح الشنكليش هون عندي صينية بحط عليها منشفة تكون اكيد معقمة ونظيفة او بخلي عليها محاريم بتجي خاص للمطبخ لسميك شوي بس انا بفضل هاي الشقفة اوكي هلا رح اخد فنجان عبي فيه شنكليش بس مشان نعمل طريقة لحتى ما يطلع الشنكليش شي كبير شي صغير اوكي هلا هيدا فنجان عبيناه منشيله هيدي كرة واحدة اوكي هلا نحنا بنكورها بايدنا حتى تاخد شكل الكرة ويصيروا كلهم حجم واحد بس لونها كتير حلو والاشياء اللي حطيناها بقلب الاعشاب حط البركة شوفوا هاي واحدة بنحطها هلا هون هيدي اول وحده هون رح كمل هاي الطريقه لحتى يخلص الشنكليش بعدين بقلكم الخطوه الجاي اوكي حبيبي هلا بعد ما خلصنا كرات
الشنكليش طلع عنا 2 4 6 8 10 وحدة هون زغرورة كتير كتير، شوف لونها عن قريب كتير حلو. هلأ شو رح أعمل أنا، بما إنه ما عنا شمس يعني الشمس مش موجودة قليل، رح حطهم خليهم بقلب المطبخ لحد ما كل السوائل ولا المي اللي بقلب الشنكليش تمتص هيدي الشقفة. أوكي هلأ بالليل رح خليهم بين 2 ل3 أيام، بالليل قبل رح شيل هيك الشنكليش إذا حسيت الشقفة كتير مرطبة أو المنشفية أو المحارم اللي حطينا كتير مرطبين وشربانين مي كتير، بيتوجب علينا إنه نحنا نغيرها مشان أحسن، مشان بعد تمتص كل السوائل. ما رح نغلفها بأي شيء لأنه مجرد ما غلفناها هلا وبعدين حطيناها تتنشف ما بقى ينزل منها ولا أي شيء ورح تخرب بعدين. هلا إذا بعد 2 3 أيام لقيتوها عفنت من برا شوي، هيدا ما بضر ابدا، ما بيأثر. بعدين بنشيلها بنغسلها او بنقشرها وبنغطها باللي نحن الاشياء اللي بدناها. هلا انا رح غطهم بابريكا رح غطهم زعتر. اوكي هلا مثل ما قلت رح خليهم بمحل يكون كتير نظيف لمدة 2 3 أيام او لحتى حس انه نشفوا كتير 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 منيح، ما بقى عم ينزل منهم ولا نقطة مي. وبعد هذا الوقت بشوفكم بنغلفهم وبنحفظهم. اوكي حبيبي هلا بعد 3 أيام من ترك الشنكليش برا لحتى يصفي من المي اكيد كنت غيرهم المنشفية او اذا حاطين محارم سميكة الصبح وارجع غيرها المساء لانه لقيها شربت كل المي، بس اكدت انه نشفوا منيح منيح منيح. هلا صار فينا نقدمهم او نحفظهم بطريقة صحية وجيدة لانه صاروا يعني منشفين منيح. اوكي هلا بنغطهم بالزعتر، شي بنغطه بالزعتر شي بنغطهم بالبابريكا، انتم مثل ما بتحبوا، فيكم كمان سمسوم فيكم حبة البركة، بس حبة البركة بتصير طعمتها شوي قوية يعني، الزعتر كتير طيب. اوكي تمام كمان رح غط وحدة اوبس خلي هاي هون، كمان رح غط وحدة بالبابريكا. واو شو شكلها كتير طيب، فلفل حلو. فينا نحفظهم بمرتبين يكون ازاز، فينا نخليهم برا، فينا نحطهم بالبراد، فيكم تحطوا لهم زيت اذا حبيتوا، انتم مثل ما بتحبوا. اوكي هيدول الشنكليش هلا فينا نقدمهم، اكيد ما رح يتقدموا كلهم بس شوي شوي بنقدمها مع زيت زيتون. فينا نحطها بالصحن نقطعها بالنص مثلا او قطع، بعدين نحط عليها زيت زيتون اذا بتحبوا شوي هون نعمة. اوكي شوفوا هالمنظر شو كتير 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 حلو بشهي. اوكي هلا بعد ما خلصنا الشنكليشات رح فرجيكم واحدة من قلبها كيف رح تكون شكلها كتير كتير حلو. رح نفتح هون وحدة بالبابريكا، شوفوا منظرها. شوف شوف شو طيبة يا إلهي، بتفت هيك لازم يكون الشنكليش، ما لازم تكون كتير كتير متمسكة. مثل ما شايفينها بتفرط، نشيل نحط عليها زيت زيتون مع شاي مع زيتون مع خبز طازة، بتشهي ولا أطيب. واو بتجنن، شوفوا أحبابة قلبة من جوا كتير حلو، شكلها كتير 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 طيبة، طعمة ولا أروع. ما تنسوا إذا عطن الشنكليش من برا ما بيأثر، بتشيلوا القشرة البرانية بتخلوه يعني انه بيضلوا صحي وما بيضر ابدا ابدا. بس اللي بدي اقول لكم اياه، اكدوا كثير منيح تعطوا الشنكليش وقته مشان قبل ما تحطون بالزعتر بالبابريكا او بالاشياء اللي بتحبوها خلوه على شقف 2 3 أيام بالمطبخ او تحت الشمس مشان كل المي اللي جواته تطلع وتستطيعوا يعني توصلوا لهيدي النتيجة طيبة كتير كتير كتير. أنا بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا إنه كل المكونات لهيدي الوصفة موجودة تحت بصندوق الوصف إذا حبيتوا تجربوها.
كمان الفيديو موجود بالانجليش، موجود بالعربي، والمكونات بالانجليش وبالعربي. بتمنى يكون عجبكم. بليز ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب. انا بشوفكم بوقت تاني. باي.